انا هزعلك سينار، اتفضلي. مش هتزعليني لا اتكلم؟ طب اتفضلي. بصي اسمع صوتك بقى. هتاخذ موقف على طول. طبعا هنروح الاردن، جمعيه العروه الوثقه فتحت باب التسجيل للمشاركه في المشروع الوطني لتزويج الناضجين. طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه ارتفع سن الزواج في العديد من البلاد، لكن الحقيقه احيانا دي بتسبب ازمه لغير القادرين على الزواج، يعني اللي مش متجوز بمزاجه ده اوكي خلاص، يعني وراه حاجات تانية، وراه دراسه، وراه بيكون نفسه ماشي، لكن اللي فعلا عايز يتجوز ومش قادر ان هو يتزوج، هنا بتاتي جهود المجتمع المدني او منظمات المجتمع المدني علشان فعلا هي تساعد الشباب للمقبلين على الزواج او في سن الزواج. طبعا في الاردن تحديدا يمكن اعمار الذكور ارتفعت ما بين 31 و40 عاما، الاناث وصلت الى 37 عام للاناث. خلينا نشوف التقرير وبعد كده هنتحول إلى موضوع آخر ولكن أيضا من الأردن. ارتفاع سن الزواج لدى الفتيات غدا من السمات البارزة في المجتمع الأردني، وهو ما تؤكده نتائج دراسة نشرتها مؤخرا دائرة الإحصاءات العامة التي ذكرت أن 69% من النساء تزوجن في الفئة العمرية ما بين 30 إلى 49 عاما. تلك الدراسة الاجتماعية رصدت ظاهرة ارتفاع سن الزواج وتوصلت في غالبيتها إلى عدة أسباب، على رأسها زيادة عدد السكان من غير الأردنيين وارتفاع أعداد من هم في سن الزواج، فضلا عن ارتفاع المهور وغلاء المعيشة وانتشار البطالة. ولكن يبدو أن الأمر له أبعاد أخرى تتعلق بارتفاع مستوى التعليم وعلاقة بمعدلات الزواج والإنجاب. القضية طبعا هامة ومثيرة للجدل، تحديدا انه في الاردن زي ما اشارت سينار في قبل التقرير انه الاعمار بتزيد مش بتقل، انه مثلا كنا بنقول انه التزويج وصول ال 30 بس وصول ال 30 ده في حد ذاته ازمة، دلوقتي وصلت ل 40 وحاجة و40 سنة. حبينا اليوم ان احنا نخلي الموضوع ما يكونش فيه تأزم ولا شيء، بالعكس احنا هنخلي فيه دندنة، وصوت العودة يكون معانا اليوم مع الفنان الاردني نايف الزعبي للتعرف على رأيه في ابعاد تلك المشكلة، ومن نفس الوقت احنا كنا بندردش معاه هيمزج الموضوع بكم من الاغاني اللي موجوده فنربط الموضوع ببعض. صباح العافيه عليك. صباح الورد. ايه ليه 30 وليه 28 وليه 31؟ يعني كان ما ذكر في التقرير الى حد ما كان كافي، انما عندنا عادات وتقاليد في الاردن ودي بيترتب عليها، بما ايضا ترتب على الاوضاع الاجتماعيه حديثا. يعني تتراكم لانها مشكله الأردن اجتماعيه يعني اقتصاديه. المشاكل العادات والتقاليد ربما موجوده في الوطن العربي كله، ارتفاع المهور، عدم اقبال الفتيات يمكن على ان هي ترتبط برجل متزوج عكس ما كان موجود في المنطقه العربيه، كان ده مفهوم طبعا، لانه كمان المراه بدات تشتغل وكمان صح. الاوضاع الاقتصاديه السيئه طبعا بتخلي الشباب يبحث عن من هي موظفه علشان تساعده على الحياه، إضافة إلى أنه في اختلاف في الأردن، يعني الرجل هو أو الشاب هو اللي بيتحمل كافة تكاليف الزواج. يختلف اجتماعيا عن مصر مثلا. طبعا. مصر الأب بيحس في بنته أكثر بشكل مختلف، بينما الإنسان أو الرجل الأردني ممكن يعيب أنه يصرف على بنته في الزواج، يعني قد ينقص يعني. جميل. مش الجميع، إنما هي العادات والتقاليد التي تورثناها. مش في المفروض رجل هيجي ياخذها، يتولى هو من الالف للياء. هي وجهه نظر. ولا ربي واصرف وعلم وفي الاخر بينما في مصر مختلف الموضوع. في مصر يمكن يعني المساله احيانا بتبقى اكثر من النص شويه على البنت. طبعا طبعا. خلي شويه عليك. خلي شويه عليك. انا كنت لسه هقول لك سمعنا حاجه بقى مرتبطه بالزواج. خلي شويه عليا وخلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليا وشويه عليك. سيد داروي. سيد مكاوي. بتحب سيد مكاوي؟ طبعا انا احب سيد مكاوي و كل الفنانين لمين المصريين. بتسمع لمين يعني لما بتسمع اكتر؟ بتسمع لملحنين، لمطربين ليهم علاقه بالعود،
اكتر من الطرب العادي يعني؟ ده طبعا ده زمان كنت بسمع، دلوقتي بطلت اسمع بالمره. ليه طيب؟ يعني نادرا ما يبقى في عمل فني متكامل او يعني الحان شجيه، الحان قويه مثل ما كان في السابق مثلا في موسيقار الاجيال او الشعب السيد درويش مثلا. طبعا ده من اهم الملحنين على مستوى العالم، مو بس في الوطن العربي. والمناسبه حضر حاجه لسيد درويش. نقول بلاش تقولي كان يوماني، ده انا مش فاضي اعمل لك قاضي، يكون في علمك. حامل على بيت ابوك يا حلو انه يكون يعني حتى على الاقل العادات والتقاليد في الاردن تحديدا، انه اوكي الاب ما يشيل شيء والزوج يتحمل كل تكاليف الزواج، لكن هل هي تكاليف باهظه كثيره يعني؟ ذهب زي ما في اليمن زي ما في الخليج، وبيت وكسوه لعماتها وكسوه ليها وكمان حفله خطبه وحفله زواج. في التوابع الامور والذهب والمهر والحفلات والقاعات طبعاً. كمان يعني طبعاً. الموضوع اختلف، زمان كانوا الناس يتعاونوا، حتى موضوع الفرح كان مرتبط في المواسم. يعني لانه امتداد يعني المجتمع الفلاحين في الريف الاردني كان دائما بيستنى على الموسم الحصاد يزوج ابنه، فيستنوا وبالتالي يعملوا تعاليل 7 ليالي تعاليل بالفرح، وكل الناس تجتمع وتساعد اهل العريس يعني يتعاونوا. يعني برضه دي مشاكل على فكره، انه بنصعبها على حالنا قوي يعني، المفروض ان المساله تكون ميسره اكتر من كده، لكن اختصار في الايام. مش بس الايام يعني، لا كل التكاليف يعني الحاجات دي فرح وبينبسطوا وغير مكلف لحد ما، والناس بتبقى قاعده كده عائليه. لا الكل من البلد في القريه مثلا او كله بيجتمع وكله بيتعاون، بيسمي معاونه الناس تجيب لهم ترفان ويجيبوا لهم رز، يعني في تعاون في الموضوع، تكافل او تعاون بين الاهل كان مختلف، بينما الآن هو مكلف. يعني أي فرح لازم إذا حد يحجز في أوتيل قاعة أو يعني بيكون مكلف يعني طقوس الفرح نفسه بقى فيها تكاليف إضافة للذهب. طقوس الفرح بقى في العرس، مش الزواج بشكل عام، العرس بيحبوا يسمعوا في الأعراس الأردنية الأغاني الطربية؟ يعني حضرتك مثلا ممكن تحيي فرح بعود، ولا زي ما بقينا نشوف دلوقتي الدي جي والاغاني الصاخبه والحاجات؟ لا، في الاردن في حاله قد تبدو مختلفه الى حد ما. معظم الاغاني اللي في الفرح تستخدم هي الاغاني التراثيه الاردنيه وبيفضلوا ده. وفي المناسبه انا عملت البوم اسمه حبيب الروح، وهو من الفلكلور الغنائي الاردني ومحبب لدى الشعب، بل معظم المطربين الأردنيين يعني بيغنوا أغاني فلكلورية ومشهورة، ومعظم الوقت الإذاعات بتذيع هاي الإذاعات الأردنية بتذيع هاي. أدخل علينا ليش؟ هقول لك مثلا ليه. من يا زارف الطول أغنية، بس حدثت كلماتها يا زارف الطول. يا زارف الطول، يا زارف الطول يا روحي انت، يا عقد الجوهر على صدير البنت، وامبارح يا اخوي وانا اللي حلمت بام عيون السود بحضني نايمه، يا حبيب الروح منك وين اروح، ساكن بقلبي ما عيمت رح ما اروح، خايف يا محبوب
من تطلع الروح ينسوك بقلبي ونندفن سوا مع النجوم زيون مرق ما راجع قلبي من شافه لا صدري ما راجع عقلي مني شت صرت امشي وقع قالوا مجنون الهوى ما له دواء يا غزال البر عدي لو تمر على فراقك صرت اذوق الشاهد مر لا تقول اني نسيت وزمن مر اعطي عمري بلفي تحضنك انا دبكة. أيوة هذه أنا بحاول أسمع طبعا. النغمة الدبكة الأردنية طبعا. تختلف عن الدبكة السورية تختلف عن تختلف. الدبكة الفلسطينية بيسموها الدبكة العربية, وداخل الدبكة العربية في هناك دبكة بيسموها النابلسية العلاقة في حركات فهي دبكة مميزة وحتى في لباسها الفلكلوري السروال وأعتقد في شيء بنربط على الوسط أحس أن في الأردن الأجواء بدوية أكثر بدوية ريفية هو الفن الشعبي أو يعني المكونات الشعب الأردني من الريف والبدو عموما يعني حتى المدينة لسه احنا ما فكرتش تعمل حاجة حديثة يعني في زي الفن المنتشر في مصر بما انك كمان موجود في مصر بلى عملت قلت لك ان انا عملت ألبوم في توزيع موسيقي حديث بالكلمات لانه كلمات الفلكلور غالبا بتبقى مقاطع يعني مقاطع منفصلة متصلة أحيانا ما بتبقاش أغنية متكاملة بتعرفي في الأفراح كل حد لأنه العقل الجمعي اللي بيألف الفلكلور هذا يعني مش شخص معين مؤلف إنما اعتمدت على مؤلف كلمات أو شاعر شعبي عظيم شاعر فاضل الزعبي شاعر قوي وعمل ألبوم قعدنا تقريبا في سنتين وإحنا بنعد في كلمات هذا الألبوم على سبيل الحفاظ على الألحان وتطوير الأغنية وتكون الكلمة زي ما حكيت هلأ بعض الكلمات إنه مقبولة عند المستمع ومسموعة مش للمستمع الأردني بس المستمع العربي يعني كمان يقدر يفسر الكلام بالضبط لابد من انتشار هاي الأغنية وخصوصا أنه في هوية للأغنية الأردنية في السبعينات على فكرة في أو بداية التلفزيون ظهور التلفزيون كان في أغاني أردنية مشهورة أو يعني في لون أردني واضح عربيا وكانت ألوان عديدة كمان غائبة بينما ظهر الإعلام هلأ في العديد من اللهجات المختلفة أو الفنون الفلكلورية لدول عربية أخرى مثل الخليج الآن أصبح هناك حتى تميزي ما بين الإماراتي ما بين السعودي ما بين البحريني الكويتي فعلا اشتغلوا على الفن بشكل كويس بشكل محترم وبالتالي أظهروا هاي الهوية بينما يعني ربما يعني يعود العامل يعني عامل نقص في التأكيد على الهوية للغناء الأردني لقلة انتشارها عربيا فلابد من العمل على ذلك كمان يعني بهاي الأوقات حتى وديع الصافي الفنان الكبير الله يرحمه غنى في الكلور أردني وغنى من ألحان أردنية طيب ممكن تسمعنا حاجة يعني مصري طبعا هغني لك مقطع مصري فلكلوري مصري جميل جدا جميل. بيتغنى عنا في الفلاحين وبتغنى في الصعيد لغاية اليوم هذا اللحن بيض الحمام والحمام البني يا حليوة يمه على الحمام البني وش علمك العشقية ولدي يا حليوة يمه على الحمام البلدي هم هيك بيقولوا الستات يعني أغني ستاتي بيض الحمام والحمام البلدي يا حليوة يمه على الحمام البلدي وش علمك العشقية ولدي يا حليوة يمه على الحمام البلدي صوتك جبلي وصوتك عميق وصوتك فيه دفء وفيه رومانسية وفيه حنين للأردن وحنين لليمن وحنين لمصر حنين الوطن العربي كله ما شاء الله عليك طبقة صوتك جدا رائعة بالتوفيق ليك بتمنى لك دائما الانتشار بشكل لائق بصوتك
صوتك جميل وعميق، تسلم. بوركتي فنانتنا انت والاخت. الله يخليك، تسلم. شكرا لك. سلامنا لكل اهلنا في الاردن طبعا، وتحياتي ليك وللي اسرتك. هنختم وهنسيب حضرتك برضو تغني لنا حاجه يعني كده. طبعا حلقتنا انتهت، ونسيبكم مع الاستاذ نايف. هنقول مقطع صغير معروف. بدنا نتجوز على العيد، وبدنا نعمر بيت جديد. بدنا نتجوز على العيد، وبدنا نعمر بيت جديد. شبعنا عزوبية وهموم، غيري وصار ومواعيد. شبعنا عزوبية وهموم، غيري وصار ومواعيد.